متتابعينا الكرام متتابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه توريس. اول مره طاقم شوف تي في كينزل ضيف على مدينه توريس، اول مره كتشوفوا طاقم شوف تي في ضيف بهذه المدينه الجميله، المدينه اللي ملتزمه بالحجر الصحي النهائي. مدينه توريس المدينه الجميله والرائعه، الحمد لله للتذكير فمدينه توريس تعتبرت من بين المدن اللي سجلت صفر حاله من حيث وباء كورونا او الكوفيد 19 او الوباء القاتل، الوباء اللي حير مجموعه من دول العالم. متتابعينا الكرام رحنا في هذه الجوله الجميله وهذه الجوله الرائعه بهذه المدينه الجميله. متتابعينا الكرام كما كتشوفوا جوله بانحاء مدينه توريس الجميله والرائعه. غادي نشوفوا ازقاء المدينه وغادي نشوفوا الاحياء ديالها وشوفوا الناس واش ملتزمين بالحجر الصحي ولا ما ملتزمين. جوله كما كنقولوا استباقيه وجوله اللي كتكون مفاجئه بهذه المدينه الرائعه. كما يعلم الجميع سمعنا على توريس ان سجلت صفر حاله من حيث عدد الاصابات ديال كوفيد 19 او وباء كورونا. كما كتعرفوا اننا جينا ولاول مره طاقم شوف تي في كيكون ضيف على هذه المدينه الرائعه وكينزل الرحال ديالو بمدينه توريس. غادي نديروا واحد الجوله كما اللي هي مفاجئه بهذه المدينه، والحمد لله الحمد لله من خلال الدخول ديالنا لها شفنا التزام الناس بالحجر الصحي، شفنا الشوارع فارغه، شفنا المسافه الامان، التزام الكمامات، وهذا يدل على التزام الساكنه ووعي الساكنه ومجهودات جباره من طرف سلطه المدينه وكذا التزام ساكنه المدينه. متتبعينا الكرام ديروا معنا هذه الجوله الجميله والرائعه اللي حتى حنا ما عارفينش بزاف في هذه المناطق هذه المدينه وهذه الاحياء والازقه. لكن معنا رفيق اللي هو فاعل جمعوي سي بلال، اللي ان شاء الله غادي يقربنا من المدينه ومن المناطق ديالها ومن الازقه ديالها. متتبعينا الكرام هنا كما كتشوفوا حنا في احد الشوارع الرئيسيه بالمدينه اللي كيدخل اللي كيعتبر مدخل ومخرج المدينه، اللي كهذا بطبيعه الحال هذا الشارع الرئيسي كيعج بحركه السيارات وحركه النقل وكذا الراجلين والمواطنين. لكن الحمد لله كيلتزام بالحجر الصحي، كيلتزام كبير بالحجر الصحي. كما كنشوفوا متتبعين الكرام رحنا دابا حدا المستشفى الاقليمي لمدينه توريد، تحيه لهذا المستشفى اللي ما سجل ولا حاله اصابه وما استقبل حتى حاله اصابه. لا غادي يكون مساعده من هذا المستشفى، غادي يكون مساعده من هذا المستشفى، ولكن الحمد لله حاله مؤكده بالكوفيد 19 او كورونا ما مسجلاش بهذه المدينه. يحسب انها مدينه جميله ورائعه، ناسها ناس محترمين. شكرا جميله جميله، مرحبا بك يا جميله جميله، وصباح الخير لك ايضا. متتبعي الكرام اول مره بمدينه توريس، قناه شوف تي في كتنزل ضيفه على توريس وكتنزل ضيفه على هذه المدينه الجميلة اللي الحمد لله قدرت انها تخرج بصفر حالة من كوفيد 19 او كورونا. اختارينا توريد على اساس اننا نختموا موسم رمضان ونختموا الزيارات ديالنا
بمدينه تاوريس باعتبارها مدينه سجلت صفر حاله. نشوفوا الطريقه ديال ومازال غادي يكونوا عندنا مباشرات او لايفات مع نشوفوا ميكرو تيتوا مع الساكنه، نشوفوا الاجواء هنا، نشوفوا تعامل السلطه، نشوفوا بزاف الحوايج باذن الله. تحيه لمدينه تاوريس وتحيه للسلطه هاد المدينه. هنا كما كتشوفوا قصر بلديه تاوريس، بنايه جميله الحمد لله. معنا السي عبد الله سليم تحية من قناة شوف تي في لهاد الساكنة، وتحية من قناة شوف تي في لناس تاوريت، سلطة تاوريت، مجلس بلدي، مجلس إقليمي، قصر البلدية بتاوريت وكذا. سي أحمد إبراهيمي شكرا لك يا أخي، نحن ضيوف عندكم، إن كنت ابن تاوريس نحن ضيوف عندكم يا أخي الإبراهيمي، نشكرك يا أخي. متتبعينا الكرام، كما قلت شكر خاص لعامل المدينة، باشا المدينة، رئيس أمن المدينة، قوات المساعدة، رجال الدرك الملكي وكذا. الوقاية المدنية، ولا ننسى الأطقم الطبية بهذه المدينة. متتبعينا الكرام، لكن ما كتشوفوا متتبعينا الكرام، تحية لرجال الأمن بتاوريت، تحية لهاد الناس اللي كما كتشوفوا قايمين بالواجب ديالهم والالتزامات ديالهم، وأنهم الزجر في الزجر في المخالفات كما كتشوفوا. هنا مخالفة، لكن ما كتشوفوا ساكنة هنا كتشوفوا مخالفة ديال أمنية، شي واحد إما ما عندوش ورقة ديال الخروج أو مجموعة من الاعتبارات. دابا ولا القانون معروف عند الصغير وعند الكبير. فتحية لسكان هذه المدينة على التزامهم بالحجر الصحي، وتحية ل لجميع الناس اللي شاركوا في إنجاح الحجر الصحي بهذه المدينة الجميلة. نشكركم ونشكركم، وتقبلوا الشكر خاص لقناة شوف تي في وكذا. نشكركم على حسن الاستقبال، حسن المعاملة، وحسن الضيافة. مدار ممتاز، مدار الحمد لله ممتاز. كاين امور اللي عجبتنا في هذه المدينه الرائعه، كاين الحمد لله امور. هنا كنشوفوا بريد المغرب، بريد بنك، الناس جاي باش ياخذوا الفلوس ديال الدعم. كاين رجال قوة المساعدة اللي مكلفين بالترتيب. شنو هذا؟ هذا القوة، هذه تكنة للقوات الملكية المغربية. وتحية لجنود المملكة المغربية من هذا المنبر، من هذه المدينة، تحية لجنود المملكة المغربية. لا يمكننا أن نقدم لهم الشكر، لأن الجندي لا يستحق الشكر بل يستحق التقدير ويستحق الامتنان. فكلمة شكرا بالنسبة لجندي مغربي فهي أنا أعتبرها تصغير منه، ولكن الجندي نقدم له التقدير والتحية والاحترام. متتبعينا الكرام، متابعي الكرام، أنتم الآن مباشرة على قناة شوف تي في من مدينة تاوريت. كما كتشوفوا لقاء مباشر على المدينة. هنا الشارع بالمستوى أظن شارع محمد الخامس، شارع محمد السادس، شارع محمد السادس بهذه المدينة الجميلة. هذا الشارع كيعرف حركة سير يومية وحركة سير كبيرة، لكن الحمد لله التزام الساكنة بالحجر الصحي ومعايير السلامة الصحية الحمد لله
الالتزام 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 يمكننا نقولوا التزام شبه نهائي بالحجر الصحي، دليل على ان المدينه ما فيها صفر حاله. وهضرنا البارح في واحد البث المباشر على ان توريس من بين المدن اللي فيهم صفر حاله، الو من المدن اللي يستحقوا التنويه ويستحقون الشكر ويكونوا على قائمه مدن المملكه المغربيه اللي قدرت تنجح في انجاح الخطه السباقيه اللي نهجها السده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وبالطبع بتعليمات من الوزاره الداخليه. ما نساوش مجهودات وزاره الداخليه ورؤساء المصالح السلطات بكل انواعها، وما نساوش جنود الخفاء، رؤساء المصالح اللي كيعتبروا جنود الخفاء اي اصحاب كما كنقولوا اصحاب الاوامر او اصحاب التعليمات. ما نساوش انه الدور فعال 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 لترسيخ روح المواطنه، وخلاو رجل سلطه او رجل امن يكون صديق لمواطن في عز أزمة كورونا. نحن أمام محطة حافلات محطة دبينايا جميلة. سريع محمد السادس، سارع محمد السادس بمدينة توريس. متابعينا الكرام، أنتم ضيوف متابعي الكرام هذا اليوم بمدينة توريس، وهذا انطلاقة من شارع محمد السادس بهذه المدينة الجميلة. انظروا يا متابعي الكرام، انظروا يا مشاهدي، يا متابعي قناة شوف تي في، شارع ممتاز، مساحة محترمة كتشوفوها انت، إنارة في المستوى، نخل، نظافة، بزيارة وزيارة الغريب في الأمر، زيارة لا بدون سابق إنذار، بدون سابق إنذار. يمكن ربما سأعتبر أن توريس نموذج في إنجاح الحجر الصحي بالمملكة المغربية، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي. متابعينا الكرام، نحن الآن أمام المديرية الإقليمية لتوريد للتعليم، وتحية للأساتذة والمعلمين والمؤطرين، وخصوصا في هذه جائحة كورونا. هم راهم واخدينش عطلة، ولكن يمارسون الدراسة عن بعد. وهنا نحن الآن أمام عمالة إقليم توريس، ما يسعنا ولا يسعنا سوى تقديم الشكر والامتنان لعامل الإقليم على إنجاح الحجر الصحي. لا يسعنا إلا تقديم الشكر والامتنان لعامل الإقليم على تقديم الحجر، على إنجاح خطة الحجر الصحي. مشاهدينا الكرام، نحن الآن أمام عمالة إقليم توريس. من هذه العمالة أقول لعامل الإقليم وأقول لكل مسؤولي الإقليم، نقول لكم شكرا على إنجاح الحجر الصحي، ونقول لكم شكرا على ترسيخ مبدأ الاحترام، وترسيخ مبدأ الاحترام، وترسيخ مبدأ إنجاح الخطة الاستباقية بهذه المدينة. متابعينا الكرام، محلات تجارية مسدودة مغلقة. يعني توريس ماشي بحال المدن، على ما كنسمعوا بان كاين مدن انها فتحت المحلات التجارية من اجل كسوة العيد ولا، لكن كنلاحظوا هنا محلات تجارية مغلقة ولله الحمد. متابعينا الكرام،
انتم الان متابعين الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مشاهدي قناه شوف تي في ومحبي شوف تي في، بجوله صباحيه بدون سابق انذار في هذه المدينه او الاقليم الجميل. فتحيه لرجال السلطه وتحيه للساكنه للتعاون ديالهم في انجاح الحجر الصحي، وكنشكروا حتى الساكنه التوليت اللي استقبلوا تمديد الحجر الصحي الى غايه 10 من الشهر القادم، استقبلوا بواحد الصدر رحب. والحمد لله الحمد لله، ان شاء الله لا يفاجئها. وكما قال رئيس الحكومه السيد العثماني، ما نبغيوش عيد الفطر يتحول من فرح الى ترح. نحن امام ثانويه تاهيليه للمارينيين، هذه الكلمه اللي جات على لسان رئيس الحكومه المغربيه فهمنا منها روح الانضباط والخوف على سلامه المواطن المغربي. التمديد الحجر الصحي اظنه في صالح سلامة المواطن المغربي، ونتمنى السلامات من عند الله. أحمد إبراهيمي يقول شكرا أيضا للمواطن التوريرتي على التزام الحجر الصحي. نحن ذكرنا يا أخي إبراهيم، نشكرك أنت أيضا على تتبعك لهذا اللقاء، وأقول لك كانت هناك خطة استباقية نهجتها المملكة المغربية طبقت على حدافرها بإقليم توريز مع بشراكة قائدة محققة إدارية أولى. تحية لك قائدة، من نحن أمام مقر عملك، وعارفين بأن رحنا في يوم السبت يوم عطلة، ولكن أنا أكيد أكيد بأنكم ما عندكمش العطلة لا سبت لا أحد. وأكيد يا أختي القائدة أنك في الميادين بلباسك العسكري ومصحوبة بقوات مساعدة والأعوان والعراضيين. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك أنك تكوني واحد الشعلة بهذا الشعلة بتوريرس، وأنك تدير إنارة 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 للساكنة. والحمد لله التزام بالحجر الصحي وصفر حالة دليل على الصمود ديالكم، دليل على الصمود ديالكم، ودليل على اعداديه عبد الخالق الطريس. ها احنا امام اعداديه عبد الخالق الطريس، فتحيه اولا للقائده الملحقه، تحيه لهذه الاعداديه الطريس. نحن الان امام حي النسيم، وهذه المعلمه هذا الجامع المسجد، بناية جميلة ديال هذا المسجد الجميل. مسجد رائع. متتبعينا الكرام، من أمام هذا المسجد أقول لكم تقبلوا فائق الاحترام والتقدير من طاقم شوف تي في، وتقبلوا احترامات مراسلها عبد الله من هذا الاقليم الجميل. سينونا هذا النهار، مازال غنديروا البث مباشر ثاني وثالث، وان شاء الله غيكون هذا الزياره ديال شوف تي في ما هي الا عربون ديال المحبه والاخوه واحترام شوف تي في لمدينه لاقليم توريس عفوا، ولساكنتها ولسلطتها. تبارك الله عليكم، تقبلوا تحيات طاقم شوف تي في.